بنطلع في السواق زي ما انتم شايفين، هذا مش سوق. طبعا اكثر ما فيه البهارات والمعلبات، العلب اللحمه وطبعا الطحين. الاسعار طبعا فوق فوق، الناس ما بتقدر تشتري الاسعار المعلبات لانه ما فيش دخل عليها. طب معانا مسار لكن فيش اغراض، بدنا ناكل، من وين بدنا ناكل؟ بلد تعبانه، بلد صفر، بلد ولا تصلح للمعيشه، عليها طرباش. مش البني ادمين اللي ماتوا، البسس ماتت، الكلاب ماتت، الحيوانات ماتت، كل شيء مات. ايش يا شيخ؟ عارفين متاسفين يا حمير لانه اكلنا القمح والشعير تبعهم.